ابتهاجا بأعيادنا الوطنية تنطلق الفعاليات والاحتفالات في كافة أرجاء المملكة، فتتزين الشوارع بالأنوار وتعج الساحات العامة والمجمعات التجارية بأبناء البحرين والمقيمين فيها للاحتفال بهذه الأيام الوطنية. مشاعر وطنية بامتياز تجسدها احتفالات وبرامج متنوعة تحرك روح المواطنة عند الكبار وتزيدها عمقا عند الصغار، فهذه الفعاليات المتميزة تجسد مسيرة وطن قام بسواعد أبنائه ليكون أنموذجا مشرفا على مستوى العالم. في شهر ديسمبر شهر مبارك بالنسبة لنا حقيقة، نحتفل في العيد الوطني عيد الجلوس. دائما شؤون البلديات تأخذ هذه الفرصة حقيقة لتشارك شعب البحرين قيادة وحكومة وشعبا هذه المناسبة الجميلة والسعيدة علينا كلنا، سواء بالتزيين بالإنارة الليلية في الشوارع وأهم التقاطعات أو بالاحتفالات، فهناك احتفالات في كل البلديات. المنطقة الجنوبية تقوم سنويا بتزيين الشوارع الرئيسية وبعض الدورات والمواقع المهمة في المنطقة الجنوبية، والحمد لله والتنسيق مع كل الجهات، مع المحافظة الجنوبية ومع مديرية أمن المنطقة الجنوبية ووزارة الإعلام وطبعا شركاء المجلس البلدي، باكورة هذه الأعمال، وإن شاء الله دوم يعني بلدنا وديرتنا في أفراح. أطفال البحرين تجدهم في كل زاوية فرحين متحمسين للمشاركة في هذه الفعاليات المتنوعة لما لها من دور كبير في رسم الابتسامة على محياهم. أنا مستانسة أن البحرين منورة وكل سنة نهني نصور، وعجيب المكان. احنا نستانس في العيد الوطني لان هاي عيد ولا بلدنا، احنا نستانس بهالاشياء والتصوير اللي نسويه حق بلدنا. شوارع البحرين مزينة بالورود الحمراء والبيضاء وتزيدها الاضواء رونقا خاصا ابتهاجا بحلول اعيادنا الوطنية. احتفالات وطنية سعيدة على المملكة ككل، واحنا في الجنوبية يعني نكون مميزين مديم في تزيين الشوارع وتجميلها، وهذه الله يسلمك من دور واجب وطني علينا وعلى جميع مواطنين المملكة. فإحنا إن شاء الله دوم نتميز السنين الماضية وسنين إن شاء الله القادمة كلها تزيين، ونكون نطلع شيء فريد من نوعه في المملكة. احنا دائما في الجنوبية نحرص دائما على المشاركة في المناسبات لمملكتنا، مناسبات الغالية لمملكتنا العزيزة البحرين. دائما حريصين على ان تكون احتفالاتنا بالاعياد الوطنية مميزة. دائما نحرص على ان تكون مشاركتنا بالاحتفالات الوطنية لمملكتنا. ايام مباركة سيقضيها اهل البحرين بالفرح وأطفالها بالمرح، تغرس روح المواطنة بداخلهم وتترك ذكرى جميلة يعيشون تفاصيلها عاما بعد عام. أضواء متلألئة تشع في شوارع البحرين معلنة انطلاقة احتفالاتنا الوطنية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، فتبعث البهجة في نفوس أبنائها ليقضوا أوقاتا ممتعة في أجمل شهور السنة. خل الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.